السلام عليكم. الفرقة الأولى كلية تمريض، معاكم دكتورة حنان الكداسي. إن شاء الله هبتدي معاكم مادة التشريح الأناتومي، بالتوفيق إن شاء الله سنة أولى. Definition of anatomy، تعريف كلمة anatomy. Anatomy it is a science that studies the composition of the human body, morphology and relationship of its structure to each other. ده علم بيتم فيه دراسة مكونات جسم الإنسان وشكل وعلاقة مكونات جسم الإنسان مع بعضها البعض، relationship of structure المكونات دي to each other مع بعضها. يبقى أنا عندي في الأناتومي مادة التشريح أنا بدرس مكونات الجسم، الجسم بيكون من إيه، وبدرس شكل كل جزء من الجسم عبارة عن إيه، وبدرس علاقة الستراكشرز ديت مع بعضها البعض. عشان ندرس مادة التشريح لازم الأول نتعرف على بعض المصطلحات المستخدمة في مادة التشريح. المصطلحات دي اسمها anatomical terms. الأناتوميكال terms ديت أول حاجة ناخدها فيها هي البوزيشنز. يعني ايه بوزيشن؟ يعني وضع الجسم. في عندنا 3 أوضاع للجسم، أهم واحد فيهم هو الأناتوميكال بوزيشن. يعني ايه اناتوميكال بوزيشن؟ اناتوميكال بوزيشن ده اللي هو الوضع التشريحي، والوضع التشريحي دوت ده الستاندر بوزيشن اوف ذا هيومن بودي which is used for description of all anatomy. ده الوضع اللي بيستخدم في دراسة مادة التشريح. لازم ان الجسم يكون موضوع في الوضع التشريحي. طب هو الاناتوميكال بوزيشن ده عبارة عن ايه؟ بيكون الجسم موضوع ازاي؟ بيكون البادي ستاندينج إريكت، واقف مصلوب كده، والاي تكون لوكينج فورورد، والعين باصه لقدام، والابر ليم الذراعين يكونوا ستريت مفرودين، ويكون بسايد ترانك يعني جنب ترانك مش بعد عن الترانك، ويكون بحيث ان البال راحت اليد بيكون فيسينج فورورد باصه لقدام، والفيت القدمين يكونوا close together. الاثنين positions التانيين في عندنا supine position اللي بيكون فيها body lies down on the back، نايم على ظهره بحيث الface looking upward بص لفوق، ده اسمه supine position. position التاني اسمه prone position، بيكون فيها البادي لايز اون ذا ابدومين، نايم على البطن، ويكون الفيس لوكينج داون. بعد كده عندنا تيرمز اوف ريليشنز. ريليشنز معناها اتجاهات. هنشوف المصطلحات المستخدمها في الاتجاهات، اتجاهات اللي بنستخدمها في ماده الاناتومي. في عندنا اتجاهات، في عندنا رايت وليفت، يمين وشمال، وفي عندنا anterior و posterior. anterior دي معناها أمامي، يعني direction towards the front of the body، أي direction من ناحية أمام الجسم يبقى ده anterior. عكسها posterior. posterior اللي هو direction towards the back of the body، الاتجاه ناحية ال back of the body. بعد كده عندنا superior و inferior. superior معناها اتجاه العلوي، يعني اتجاه toward the head، وعكسها inferior يعني اتجاه toward the feet. يبقى ده عندنا superior يبقى احنا كده اتجاه ناحية الهيد، ممكن نسميه cranium او cranium، تمام. طيب وعكسها inferior يعني direction toward the feet، او ممكن نسميها كودا. يبقى ده inferior كده اتجاه inferior، وكده اتجاه سوبير. بعد كده في عندنا ميديال ولاترال. ميديال يعني direction towards the median plane او midline of the body. ده عندنا الخط ده اسمه median plane اللي هو موجود في منتصف الجسم. لو خدنا اتجاه يبقى direction كده towards the midline او median plane، يبقى ده عندنا ميديال direction اسمه ميديال. طيب لو عندنا direction تاني away from the median plane، في اتجاه ان احنا ماشيين away بعيد عن median plane كده، فبنسميه lateral. احنا عندنا medial
وعندنا لاتر. بعد كده في اتجاهين كمان مختصين باللمبس، الابر لمب او اللور لمب، اتجاه اسمه بروكسمال، والبروكسمال دي معناها ان الدايركشن نير تو ذا ترانك، يبقى في جزء هنا معين ده الشولدر ده بروكسمال لانه نير للترانك جنب ترانك، وعكسها ديستال يعني away from the trunk، ده ديستال كده ديستال و near to the trunk يبقى اسمه proximal. يبقى احنا اخدنا كده الترمز، في عندنا right و left، عندنا anterior و posterior، عندنا superior وعكسها inferior، عندنا medial وعكسها lateral، عندنا proximal وعكسها ديستال، وديت كانت terms of relations في الاناتومي. terms of planes، البلينز دي اللي هي المستويات اللي من خلالها بيتم اخذ مقاطع معينة في الجسم. اول بلين هناخده هو الميديم بلين او بيسموه من سجدال بلين. الميديم بلين ده عبارة عن vertical anteroposterior plane. vertical anteroposterior plane يعني ده مستوى رأسي بيدخل من امام الجسم ويخرج من الباك اوف ذا بودي، يخش من قدام ويخرج من ورا، اسمه anteroposterior plane. وبيقسم الجسم الى تو هافز، نصين قد بعض بالظبط، نص يمين ونص شمال. وبيسموه sagittal plane ليه او مش sagittal plane؟ ليه؟ نسبة لسوتشر هنا، في مفصل هنا موجود في السكال اسمه السيجتال سوتشر. يبقى عندنا في الميديم بلين وده عبارة عن vertical anteroposterior بلين، بيخش من امام الجسم ويخرج من الخلف، بيقسم الجسم الى رايت وليفت هافز، نصين قد بعض بالظبط. طيب في بلين كمان اسمه بارا ميديم بلين، ده بيعتبر بلين مجاور للميديم بلين. يعني ايه البارا ميديم بلين؟ ده اي فيرتيكال بلين مستوى راسي بيكون بارلل موازي للميديم بلين، تمام؟ بس طبعا مش موجود في الميد لاين، ما بيقسمش الجسم الى رايت وليفت هافز نصين قد بعض، بيقسم الجسم الى رايت وليفت بارتس نوت ايكوال بارتس، ده اسمه البارا ميديان ساجيتال بلين. الكورونال بلين ده فيرتيكال بلين بس بيخش من السايد سايد تو سايد، يعني بيخش من جانب الجسم، بيخش من جانب الجسم من السايد ويخرج من السايد الاخر، وبالتالي بيقسم لي الجسم الى انتيرو بارت، جزء امامي وجزء خلفي. يبقى انا عندي الكورونال بلين ده بيبقى فيرتيكال بلين برضو، تمام؟ بس بيخش من جانب الجسم من السايد تو ذا سايد، الجانب ده يخرج من جانب الاخر، وبالتالي بيقسم لي الجسم الى جزئين، جزء امامي وجزء خلفي، بيسموه كورونال نسبة للكورونال سوتشر اللي هو ده الكورونال سوتشر اوف ذا سكال، لان الكورونال سوتشر ده بتاع السكال برضو موجود في تقريبا قاسم السكال الى جزء امامي وجزء خلفي، ده الكورونال بلين. بعد كده عندنا ترانسفيرس بلين. ترانسفيرس بلين it is a plane of cross section of the body، ده بلين بيقسم بيعمل كروس سيكشن مقاطع في الجسم، تمام؟ ترانسفيرس بالافقي او عرضي، ولازم ان يكون عامل زاويه قايمه رايت انجل مع اللونجيتودينال اكسس اوف ذا بودي او مع الفيرتيكال بلين اوف ذا بودي، يبقى ده اسمه ترانسفيرس بلين. يبقى ترانسفيرس بلين بيخش يعمل مستوى افقي او مقطع افقي في الجسم، وبيكون عامل رايت انجل زاوية قايمة مع اللونجيتودينال اكسس مع محور الجسم او مع محور الجزء من الجسم اللي احنا عايزين نعمل له ترانسفيرس ترانسفيرس بلين. احنا كده عندنا ثلاثة بلينز، عندنا الميديان ميديان بلين او الميد ساجيتال بلين، وعندنا الكورونال بلين، وعندنا الترانسفيرس بلين. عندنا ده سؤال مثلا ممكن يجي زي في امتحان، what is the plane that divides the body into anterior and posterior parts؟ ايه البلين اللي بيقسم الجسم الى anterior posterior parts؟
المين ساجيتال بلين ولا الكورونال بلين ولا ترانسفيرس بلين ولا البارا ميديان ساجيتال بلين. بعد كده عندنا تيرمز اوف موفمنتس، مصطلحات للحركات الموفمنتس. في عندنا فليكشن واكستنشن. فليكشن معناها سن، دي كده حركة اسمها فليكشن سن، انجولار موفمنت للجوينت، الجوينت دي حصل لها ثاني، يبقى ده فليكشن. عكسها اكستنشن، اكستنشن لا انا كده بفرد الفرد، بفرد الجوينت، يبقى في عندي اول موفمنت في عندنا فليكشن واكستنشن. بعد كده عندي موفمنت اسمها ادكشن وعكسها ابدكشن. ادكشن معناها تيزا موفمنت اوف الليم توورد، دي موفمنت حركه الليم توورد الميديان بلين، انا بقرب الليم ده كده بعمل ادكشن، بقرب الليم من الميديان بلين، دي اسمها ادكشن. عكسها ابدكشن، ابدكشن انا ببعد، دي موفمنت اوي، ببعد الليمب اوي فروم ميديان برين، انا ببعد كده الليمب من الميديان برين، اسمها ابدكشن. نفس الكلام هنا في الصوابع، لو انا قربت الصوابع من بعض اسمها ادكشن، لو انا بعدت الصوابع عن بعض اسمها ابدكشن. طيب عايزين ما نتلخبطش ما بينهم، كلمه ادكشن دي بادئه باد، وكلمه اد دي يعني اضافه، يعني انا دلوقتي بضيف مثلا الليمب ده على الترانك، او بقرب الصوابع دي من بعضها بضيفهم على بعض، يبقى دي كلمة adduction معناها movement of the limb towards the medium brain، عكسها abduction دي movement away from the medium brain. بعد كده في عندنا حركة تانية اسمها rotation، rotation دي معناها الدوران، والروتيشن ده بيتم حوالين اللونج اكسس، محور الجسم او محور الجزء اللي هو بيلف. يعني مثلا ادي عندنا الليج دي خلاص بيحصل لها روتيشن، بتلف حوالين النيوتيد اكسس بتاعها. طيب بس اللفه دي الدوران ده ممكن يكون انورد، يعني هي بيلف الرجل للداخل، انورد ده بيسموه ميديال بلين، ميديال روتيشن، سوري ميديال روتيشن. او ممكن يكون اللف ده انا بلف رجلي للخارج بيسموه lateral rotation. يبقى انا عندي rotation دي حركة اللي هي الدوران، turning movement of the body او part من البادي along the long axis. اللفة دي او الروتيشن ده ممكن يكون inward للداخل اسمه medial rotation، او ممكن يكون outward بيسموه lateral rotation. circumduction دي موفمنت بتعمل سيركلر موفمنت، بتعمل سيركلر موفمنت كده للليم، ابر ليم او لور ليم، ودي بتعتبر مجموعه من الحركات مع بعض، فليكشن مع اكستنشن وابدكشن مع ادكشن وروتيشن كمان، دي اسمها سيركمدكشن. دي بتحدث في جوينت معينه اللي هي بول اند سوكت جوينت، هناخدها بعد كده. يبقى احنا خدنا كده الموفمنتس، والموفمنتس الاساسيه اللي خدناها اللي هي الفليكشن، extension، abduction، 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 rotation وcircumduction. عايزين نحفظها كويس ونعرفها بتعمل ازاي عشان هناخدها بعد كده في دراسة كل العضلات والاكشن بتاع العضلات والجوينتس اللي في مادة الاناتومي بصفة عامة. different body systems، اجهزة الجسم. human body consists of the following system، بيكون من الاجهزة دي، بيكون من skeletal system اللي هو الجهاز العظمي، articulating system الجهاز المفصلي، muscular system العضلي، nervous system العصبي، circulatory system الدوري، lymphatic system الجهاز النفاوي، respiratory system التنفسي، digestive system الهضمي، urinary system البولي، reproductive system التناسلي، والجلاندس يعني الغدد، وspecial sense organs زي الاي والاير والنوز، ديت اعضاء الحواس الخاصه.